مساء الخير أعزائي المشاهدين، في حلقة جديدة من برنامج مساء العقل الحر. هي حلقة خاصة واستثنائية تتناسب مع الظرف الحالي لاغتيال عالم الآثار الكبير في سوريا الدكتور خالد الأسعد. ضيفي لهذا اليوم هو علامة فارقة في عموم الشرق الأوسط، وزير الدولة لشؤون الآثار المصرية الأسبق والعالم بالمصريات الدكتور زاهي حواس. مساء الخير دكتور. مساء الخير، أهلا وسهلا. شكرا دكتور. بالبداية قبل أن نبدأ بمحور الحلقة الرئيسي اللي هو موضوع اغتيال الدكتور خالد الأسعد، نريد أن نعرج مع حضرتك لأنه هذا يعني ميدانك وهذه حياتك. كيف ترون دكتور، كيف ترون واقع التاريخ في الشرق الأوسط وواقع الحضارات هناك؟ عموما الشرق الأوسط مليء بالحضارات، هو التاريخ قد يكون هو، فكيف ترون ذلك دكتور؟ يعني طبعا بلا شك ان لو بصيت لنشأة الحضارات كلها ونشأة الحضارة لم تأتي من اي مكان الا من العالم العربي. يعني حضارة العراق بكل فروعها البابلية والأشورية، وحضارة سوريا وليبيا ومصر، الحضارة الفرعونية، هذه الحضارات هي التي أعطت للعالم كله العلم والنور. فيعني أنا عايز أقول إن الحضارات دي دلوقتي أمام العالم كله وأمام اليونسكو بيتم تدميرها بالكامل. يمكن احنا قدرنا ننقذ الحضارة الفرعونية لان جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي باختيار الشعب، واصبح مصر فيها امان وفيها استقرار، وبالتالي بيتم الحفاظ على الاثار المصرية دلوقتي على مستوى عالي. لكن انا يعني ما يحزنني عندما اسمع ان تنظيم داعش بيدمر مواقع اثرية بالكامل في العراق، في العراق نعم، وبيدمر متحف الموصل بالكامل، نعم، وبمواقع هامة في سوريا وفي ليبيا. وأنا بعتقد أن هناك خطة، وأنا لا أستطيع لأنني كأثري ولست سياسيا أن أقرر من هم الذين يريدون محو تاريخ وحضارة العالم العربي. أنا بعتقد أن العالم كله لم يتم اتخاذ أي إجراءات إطلاقا لوقف هذا الاعتداء الصارخ. يعني انا مش شايف المجتمع الدولي بيعمل اي حاجة، انا مش شايف الجامعة العربية لها اي دور في حماية اثار العراق وسوريا. الجامعة العربية استنكرت، هل ما احنا شطار جدا في الاستنكار، نحن علماء يعني عظماء في الاستنكار. ايه معنى الاستنكار ده؟ كل واحد بيستنكر، لكن لازم يكون قوة فعالة، لازم الجامعة العربية تقوم بعمل فعال في سبيل ان هي تحمي هذه الاثار. لابد ان يكون هناك في قوات ليس لمحاربة داعش فقط ولكن لحماية الاثار. أحسنت. متحف بغداد ممكن يدمر قريب جدا، يعني هناك اعتقد اتجاه من تنظيم داعش ان يدمر متحف العراق. فانا بقول لك الاستنكار ده مش كفاية، لابد ان تكون هناك دور فعال للجامعة العربية وللأمم المتحدة ايضا في سبيل حماية اثار العالم العربي. أحسنتم دكتور. دكتور خالد الأسعد بالذات الاستهداف إلى وهو رجل بلغ من العمر 82 عام، بعيد عن حتى الواقع العملي الرجل، هل ترى لقتله يعني رسالة رمزية لنا احنا كمثقفين او لكم انتم كعلماء آثار؟ انا يعني بعتقد يعني قتل خالد الأسعد كان نبأ سيء جدا بالنسبة لكل الأثريين والمثقفين في العالم العربي. لأن هذا الرجل أولا يعني ليس له حول ولا قوة، وكان بيبلغ من العمر أكثر من حوالي 82 عاما. وأنا مش شايف هل قتله في عملية سياسية، هل انتقاما من أخوه، هل قتله بيدل على أنهم يعني يريدون أن يتم اغتيال كل من يعملون في أثار ما قبل الإسلام، رغم انهم بيدمروا اثار اسلاميه في نفس الوقت. نعم. فانا عايز اقول انا شخصيا
في محاضراتي اللي بقوم بيها في الولايات المتحدة الأمريكية دائما أتكلم عن هذا الموضوع، وأتكلم أن العالم العربي والجامعة العربية بالذات والأمم المتحدة عليهم واجب مهم جدا، وهو حماية هذه الآثار. فأنا بعتقد أن قتل الدكتور خالد الأسعد عبارة عن رسالة لكي يخاف علماء الآثار والمثقفين، لكن أنا بعتقد أن لا يمكن أي عالم آثار ولا مثقف أن يخاف، بل بالعكس احنا كلنا عندنا العزيمة وعندنا القوة في سبيل أن احنا نقف ونقول أن احنا لازم نحمي آثار العالم العربي. هم يتصورون دكتور بأنهم بقتل هذا الرجل أو بإعدامهم، خليني أوصفها بأنه إعدام للآثار وللتاريخ في الشرق الأوسط، هم يتصورون بأنه راح أمثال زاهي حواس وغيره راح يعني ينتابهم الخوف والرعب من هذا الموضوع، وهم لا يدرون بأنه زاهي حواس وأمثاله يمكن يتمنون نهاية تكون في غاية الرقي قد تشبه نهاية هذا الرجل في سبيل أنه يكمل مسيرتهم بالكامل. يعني أنا عايز أقول لك إن يعني لا يمكن حد فينا يخاف ان يموت في سبيل الوطن. وانا عايز اقول ان احنا كلنا استنكرنا موت الدكتور خالد الاسعد، لان انا بقول الراجل حتى لم يكن يعني في سن يسمح ان تقتله، ده كان راجل ضعيف جدا يعني في على مشارف الموت، وصل لعام 82 سنة. فانا مش شايف هل قتله، هذه اجابة انا لا استطيع ان اجيب عليها، هل هو انتقام من اخوه، هل هو انتقام مننا كأثريين، هل هو تدمير لكل من يعمل في عصر ما قبل الإسلام، لأن هم بيعتبروا أن حضارة ما قبل الإسلام حضارة ليست وثنية، يتم الحفاظ عليها، رغم أن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أشار إلى الآثار وإلى حمايتها وإلى السعي في زيارتها. لكن لو لم يكن هناك الحضارة البابلية والأشورية والسورية وتدمر والحضارة الليبية والحضارة الفرعونية، لم يكن، إذا ما كانتش دي موجودة ما كانش بيه فيه حضارة، ما كانش بيه فيه إسلام. الإسلام قام على حضارات أخرى وقام على ديانات أخرى، اليهودية والمسيحية ثم الإسلام، وهو دين الله. وبالتالي أنا عايز أقول إن ربنا سبحانه وتعالى عندما تكلم في القرآن الكريم عن فرعون ظالم، تكلم عن فرعون واحد ظالم، وما قالش ان الفراعنة كلهم ظلمة، ودي حاجة محدش عارفها. وبالتالي بعض الناس اللي خرجوا بعد ثورة 25 يناير يقولوا عايزين نحطم الاهرامات، عايزين نحطم ابو الهول، تخيل جهلة وليس لديهم اي ثقافة ولا علم ولا يعرفوا حاجة في الدين نفسه. احسنتم دكتور. دكتور، في خارطة طريق ممكن حضرتك ترسمها لمثقفي العالم في الشرق الأوسط، أنه كيف ممكن أن يوفرون حماية، كيف، ما هو الإجراء اللي ممكن أن يتخذ؟ أنا بقول وقلت هذا الكلام منذ شهور بسيطة في لصحيفة اللوس أنجلوس تايمز، وقلت أن لابد أن يكون هناك خطوات إيجابية. الاستنكار، إحنا طول عمرنا بنستنكر ولا نفعل شيء. لابد أن يكون هناك اجتماع للجامعة العربية واجتماع للأمم المتحدة بحيث يتضافر العالم كله. الحضارة العراقية أو السورية أو الليبية ليست حضارة بتخصهم فقط، بل بتخص العالم كله. فواجب أمريكا وواجب الدول الأوروبية كلها أن تتكاتف، ليس في محاربة داعش، لكن في سبيل حماية الآثار. لابد أن يكون هناك خطوات إيجابية، وخطوات إيجابية أن يكون هناك قوة دولية عسكرية، يكون عسكرية مهمتها فقط حماية الآثار ومواقع الآثار والمتاحف. أحسنتم دكتور. حضرتك أحد أهم 100 شخصية في العالم عام 2006 باختيار صحيفة التايمز الأمريكية، وأنت اسمك أرسل على سي دي إلى البعثة المرسلة إلى كوكب المريخ في عام 2003. لماذا حضرتك حتى في لما نذهب إلى الويكيبيديا نجد بأنه الكتابة عن حضرتك باللهجة المصرية، إذا نستطيع أن نقول العامية وليست حتى باللغة العربية، هذا العشق إلى التاريخ المصري، إلى مصر، هل هو عشق وطني حصرا
ولا هو تعلق أكثر بالحضارة المصرية؟ والله أنا يعني منذ يعني وأنا في السن 13 سنة كنت بتمنى أن أنا يعني أصبح محامي مشهور، لكن عندما قمت بدراسة المحاماة لم تدخل داخل قلبي، وبالتالي اتجهت لدراسة الآثار بالمصادفة. اتخرجت عندي 19 سنة ونصف، وعندما قمت بالعمل أثريا في مصلحة الآثار سنة 1969 وجدت أن الآثار أيضا والعمل في الآثار لا يشبع رغبتي، لكن حدث أنني قمت بأول حفائر في حياتي وتم الكشف عن تمثال داخل مقبرة، وعندما كنت أقوم بتنظيف التمثال قلت وجدت عشقي أو حبي وهي الآثار. وبالتالي أنا كنت من حوالي 10 أيام في مدينة فيلادلفيا قابلت 150 طالب أمريكي ومعي 50 عالم أمريكي مشهور في جائزة نوبل أو في الفلسفة أو في الأدب أو في الإخراج أو في السينما. كنا بنقول للأطفال دول إزاي فترات الفشل في حياتنا وإزاي قدرنا نتغلب عليها وفترات النجاح، لكن أنا أهم حاجة قلتها لهم إن الإنسان لو عشق عمله العشق بيخلي الإنسان يبدع. أحسنت. وبيخلي الإنسان يعمل أشياء كثيرة جدا. فأنا اهتمامي بالحضارة الفرعونية جاء من ناحية إن أنا عشقتها، وبالتالي عندما أتحدث عنها أمام أنا يعني بكرة بإذن الله عندي محاضرة لمجموعة في مركز البحوث الأمريكي، وعندي محاضرة يوم 30 أمام 500 أمريكي بالمتحف الـ LA County أو لكمة الـ LA County Museum في لوس أنجلوس بيبيع المحاضرة، وباعوا 500 كرسي النهاردة اتقفلت المحاضرة. عشان أنا لما بتكلم عن الفراعنة بتكلم من قلبي وبتكلم عن عشقي، ودي حضارة عظيمة، وأنا فخور إن أنا يعني اشتغلت في الآثار أكثر من 40 سنة وقدت العمل الأثري أكثر من 10 سنوات كأمين عام وكوزير. طيب دكتور، في بداية الحلقة اليوم حضرتك وصفت الحضارات العربية أو الحضارات في العالم العربي، ولكن في الذكر في مقالة لحضرتك بعنوان توت عنخ آمون مش أسود، ما كانش أسود وصفت حضرتك أنه المصريين ليسوا عربا بل وهم ليسوا أفارقة حتى. والله أنا 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 عايز أقولك حاجة. نعم دكتور. أنت لما تبص للحضارة الفرعونية، نعم، وأنا مؤمن بهذا، إحنا أنا مؤمن طبعا بالقومية العربية بلا شك، وأتمنى في يوم من الأيام يكون فيه وحدة للعالم العربي كله تحت يعني دولة واحدة، لكن أنا بتكلم من ناحية دراستي أنا. نعم. لما ببص للمصري والفراعنة بلاقي إن هم بيختلفوا تماما عن العراقيين أو السوريين أو الليبيين. نعم. من ناحية الشكل، من ناحية طبيعة، من ناحية اللغة. حتى وإحنا مصر دولة في أفريقيا لا تجد المصريين شعب له طبيعة خاصة. فأنا ده اللي بقوله الحقيقة، وأنا لما قلت هذا الكلام على فكرة في مدينة فيلادلفيا كنت بعمل محاضرة في الإرفاين ثياتر حوالي يمكن 3000 واحد حاضر، وقبل المحاضرة عملت حديث في التلفزيون وقلت إن الفراعنة ما كانوا السود. فعلا الفراعنة ما كانوا السود، الفراعنة لونهم الداكن الأصمر الداكن. الفراعنة كانوا بيبينوا على المعابد النوبيين أو النجرو أو الشعوب المختلفة، وبالتالي هو كان بيبص لنفسه ان هو شعب سامي عن كل الشعوب المجاورة له. فما قلت هذا الكلام الجماعة السود في فيلادلفيا عملوا مظاهرة وقفلوا وولنت ستريت تماما وقعد يشتبوا فيا وعملوا وفط بتندد بيا، وكانت الحقيقة حاجة غريبة جدا في اليوم ده. فأنا ده اعتقاد لي كأثري ومن خلال دراستي للآثار، لكن ده لا ينفي أنني أؤمن بالعروبة وأؤمن بالقومية العربية. طيب ورأيكم دكتور في مسألة بناء الأهرامات والاكتشاف اللي حضرتك أكدت من خلال مقابر العمال المصريين اللي كانوا اللي شاركوا في بناء الأهرامات، اللي هي النظريات اللي واحدة تقول بأنه يعني اليهود مع احترامنا لهم يعني
اليهود هم قاموا في بالبناء ونظرية أخرى تقول في أقوام من الفضاء أو أقوام من أتلانتس أو كذا. فهل في دعائم لأننا نستطيع أن نقول مادية علمية تدعم وجهة النظر بأنه فعلا هم المصريون هم من بنوا هذه الأهرامات دون الاستعانة بطواقم أخرى؟ أنا أولا كتبت في هذا الموضوع كثير من الكتب والمقالات العلمية، وأنا بكرة محاضرتي عن الأهرامات. الأدلة العلمية، أولا إحنا كشف مقابر العمال بنات الأهرام بيثبت بما لا يدع للشك أن اليهود ليس لهم صلة بالأهرامات إطلاقا. اليهود جم مصر 700 سنة بعد بناء الأهرامات ولم يعملوا في الإبداع، لكن اشتغلوا كخدم أو عمال بينقلوا الحجارة طبقا لما ورد في الكتب السماوية، لكن ليس لهم صلة بالإبداع في الحضارة المصرية القديمة. احنا عندنا أدلة بتتكلم عن العمال اللي هم نقلوا الحجارة، بتتكلم عن المهندس. لسه في برضية مكتشفة من شهور بسيطة في البحر الأحمر في منطقة بناء اسمه وادي الجرف، بتتكلم عن رئيس العمال ميريرو خد 200 عامل وراحوا سينا، وبتكلم عن ان ده حصل في العام 27 من حكم الملك خوفو، وبتكلموا عن نقل الاحجار عشان يتعامل بيه الكساء الخارجي، وبتكلم ان المهندس اللي بيبني الهرم. يعني انا لو تكلمت معك في الادله اللي موجوده عندنا، هذه الادله موجوده في كتاب انا كتبته موجود في كل مكان اسمه Treasures of the Pyramids، رموز الاهرامات، بنتكلم فيها. طبعا كلام الناس اللي هم بتوع جم من الفضاء دول الالينز، لسه في برنامج كان بيكلموني من امريكا عشان اسجل معاهم. قلت له انت بتسجل معايا عشان هثبت لك ان الكلام اللي انت قلته ده بقاله 3 4 سنين كلام فارغ ليس له اساس بالصحه اطلاقا. فكل هذه الكلام عباره عن حاجات من ناس انا بطلق عليهم اسم البيراميديتس، ناس بتتكلم كلام لانهم لا درسوا ولا عرفوا ولا تعلموا ولا شافوا. لكن الحضارة المصرية ما فيهاش أي جابس إطلاقا. الحضارة المصرية اللي عملها الفراعنة، والهرم ده كان المشروع القومي لمصر ولكل المصريين، وكان عشان كده أنا بقول بناء الهرم شارك فيه كل العائلات، سواء عائلات من وجه البحري أو بالوجه القبلي، بترسل العمال عشان يبني الهرم، وبالتالي ما بيدفعوش ضرائب، وفي نفس الوقت كان بيبعتوا أكل في صواني عشان العمال يأكلوا. وفي نفس الوقت أنا بقول بناء الهرم هو اللي بنى مصر، لأن المصر القديم أبدع في العمارة والفن وهو بيبني الهرم. والهرم ليس مقبرة فقط، ولكنه بيمثل القوة والرمز بالنسبة للمصريين القدماء. أحسنتم دكتور. دكتور القادم لحضرتك حتى لمتابعيك ولتلامذتك ماذا سيكون؟ القادم انا بشترك دلوقتي مع وزير السياحه والحكومه المصريه في سبيل ان نرجع السياحه تاني لمصر، وعاملين قوافل سياحيه باذن الله في اكتوبر القادم في لوس انجلوس وتكساس ونيويورك وواشنطن وجراند رابيد. بنقول للناس ان مصر امان، لان احنا لو ما جالناش سواح مش هنقدر نرمم الاثار المصريه، فمهم جدا ان السياحه تعود الى مصر عشان نقدر نرمم الاثار ونحافظ الاثار، وايضا في سبيل الاقتصاد القومي. الحاجه الثانيه انا يعني كتاب من اهم كتبي نشر الشهر الماضي، وتم عمل يعني بوك سايننج للكتاب في روما وفي مصر، وهو كتاب ضخم جدا طوله حوالي متر في نص اسمه ليجند اوف توت عنخ امون. وانا طلع لي كتاب تاني الشهر القادم عن السيتي سكان والدي ان ايه اللي عملتها في رويال مامز، فباذن الله اوقع كتاب تاني يوم 4 سبتمبر في كورتونا في ايطاليا اسمه سحر الاهرامات مغامرات في الاثار. فانا اللي عايز اقوله ان انا اهم حاجه، وطبعا المحاضرات بتاعتي المستمره في امريكا وفي اوروبا اللي أنا برضو بستغلها في سبيل أنشط السياحة إلى مصر. أحسنتم دكتور. شكرا دكتور لوقتك الكريم. أنا عاجز عن الشكر. أنا عايزين نشكرك، وإحنا يعني في غاية الفخر إنه حضرتك وافقت على هذا التسجيل الجميل مع جنابك. أشكرك بشكل جدا. شكرا دكتور. شكرا دكتور. أعزائي المشاهدين على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى. مستمرين معكم، دمتم بخير.